نريد في تخفي ارتباطها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. ظهرت نارين بيوتي بالأمس تتابع مباراة البرازيل، وكانت نارين تتابع هذه المباراة مع شخص لم تظهر، والجميع يتوقع أن هذا الشخص هو نفسه الذي ظهر مع نارين في جزيرة ميكونوس. ويذكر أن نارين بيوتي حاليا في بالي لحضور حفل زفاف باكستاني، مما جعل البعض يتوقع أن خطيب نارين بيوتي السري هو من أصول باكستانية، لكن لحد الآن لا زال ارتباط نارين بيوتي غامض. من جهة أخرى، أعلن الفنان السنوي عن سفره إلى هولندا بمناسبة السنة، وظهر اليوم أيضا مع دعبول. نمر إلى قمر الطائي، فكان الفنان الأخرس واليوتيوبر أنس الشايب هما الأشخاص الذين تفاعلوا على آخر منشورات قمر الطائي على الإنستغرام. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ يا جماعة، دعبول نفسيته تعبانة، وأنا جوازي محطوط في السفارة، ما نقدر نسافر، فقررنا إيش نروح على العقبة، فبكرة الصباح إن شاء الله بنكون في العقبة. والله ما نخليكم تناموا من المغرب. الله يعطيكم العافية يا جماعة، نشوفكم إن شاء الله بكرة. هسه طلعنا العقبة يا أخوان، ما طلعناش نمنا. الله يعطيكم العافية.